وافق الاتحاد البرلماني الدولي على ما تقدمت به مملكة البحرين وعدد من الدول من مقترحات بشأن مكافحة الإرهاب، والتي سبق وأن بادرت مملكة البحرين بتشريع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الأمر الذي يؤكد ما تقوم به السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من جهود ومبادرات لتوفير الأمن والاستقرار. وقد شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في اجتماع البرلمان الدولي المنعقد في العاصمة لوساكا في زامبيا. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة السيد عبد الله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب. مساء الخير. بداية، يعني لو تحدثنا عن أهمية مشاركة الوفد البحريني في اجتماع البرلمان الدولي في زامبيا. تشارك الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الدورة 34 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي. طبعا هذا العام هذه الدورة أتت تحت الشعار تجديد الديمقراطية وفتح مجالات أكبر للشباب. طبعا احنا كلنا نعرف بأن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بالشباب على مختلف الأصعدة، وهذا ما جاء في كلمة وفد البحرين في هذا المؤتمر التي ألقاها رئيس الوفد الأخ جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والذي أكد بأن السلطة التشريعية لا تعلو جهدا في البحث لما يدعم مكانة الشباب ويمكنها من أن تتبوع مكانها المناسب في كل المجالات. نعم، يعني سعادة الأمين العام، يعني لو تحدثنا عن أهمية اجتماع رابطة الأمناء العامين. اجتماعات رابطة الأمناء العامين التي اختتمت أعمالها اليوم طبعا استعرضت على مدى الأيام الماضية تجارب البرلمانات العربية والدولية وكذلك الوسائل المساندة لعمل الأمم. طبعا هذا الامر يعني كان مشجع نتقدم بان يكون لدينا في الاجتماع القادم المقرر عقده في اكتوبر المقبل بان نتقدم بورقه عمل او يمكن اكثر ورقه عمل، لكن الورقه التي يعني نحرص على تقديمها هي تجربه الامانه العامه في التواصل المجتمعي، الفكرة التي يعني أتاها معالي الأخ أحمد الملا رئيس المجلس وتبنتها الأمانة العامة وكانت فكرة رائدة ومتطورة. نعم سعادة السيد عبد الله بن خلف الدوسري، نكتفي بهذا القدر وعذرا لرداءة الصوت الواصل إلينا. الأمين العام لمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.